جابت الاشعار من ربي وهايب. وصول سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي للميدان الذكي ميدان المرموم لمتابعة أشواط الرموز وكأس الكؤوس. ننتقل للزميل عبد الرحمن أحمد أمين للنقل الصورة كاملة لهذا اليوم. وشكرناكم كان هذا واجبنا نحن وهذا واجبنا طبعا ان نشكركم على اللي انتم سويتوه. بس حتى بعد يوم جيتوا هني في سباق الهجن ما قصرتوا. الله يطول عمركم وتحاليلكم انا متابعنكم. بس من واجب الشكر اني اوصلكم. الله يطول عمرك هذا شرف كبير بالنسبه لنا يا ابو وعالق في اذهان الناس. انت طويل العمر شخصيه يعني لها اعتبارها وقيمتها يعني والله تستاهلون. الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله يطول عمرك. مشكور يطول عمرك. مشكور هذه زياره تاريخيه نحن وسامع صدورنا يطول العمر وجودكم. انا ميتكم انت جبتوني. ما راح والله يشرف. وكلهم هذيلا حتى اللي ورا الكاميرات ما شاء الله هذيلا الجنود المجهولين. طال عمرك. يلا مشكور. الله يسلمك. الله يسلمك يا طويل العمر. مشكور طال عمرك. مشكور. الله يشرف قدرك. ثقة على هذه التحديات. ننتظر هذه البداية التي ستبشر بأننا على موعد دوما من خلال هذه اللحظة الكريمة والمباركة والتي يتشرف فيها هذا الميدان في هذه اللحظة بحضوري وتشريفي ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله راعي هذا المهرجان الذي تنطلق على إثر وصوله هذه التحديات وهذه الإثارة مدشنة ومبشرة بأن مستوى التنافس أصبح على أعلى مستوى من خلال هذه البداية الأولى. وبسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة كأس الكؤوس أقوى الكؤوس في هذه الرياضة العربية الأصيلة في هذا السن، سن التحدي، سن الإثارة، سن الانطلاق على أرضية هذا الميدان. بعد أن تشرفنا بحضور راعي المهرجان في هذه اللحظة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله وبحضور أصحاب السمو الشيوخ المتابعين لهذه الانطلاقات، نرحب بسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم في هذه الانطلاقة، كذلك ترحيبنا بسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقة رياضة الأصالة والتاريخ، ترحيبنا بسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد النهيان، والترحيب موصول بسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان. كذلك نرحب بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن هنا في دولة قطر. ترحيبنا بسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم الذي يتابع هذه الانطلاقة في يوم من هنا، تميز بهذا الحضور، تميز في هذه البداية، تميز بهذه الأسماء المتميزة التي تنطلق هنا لتعبر عن بداية قوية تحمل كل هذه الأسماء. 8 كيلومترات سيكون الرقص فيها حاضرا عبر غبة وحكمة وفوائد وأسيل كلها بشعارات هجن العاصفة. كذلك نتابع وجود غبة دوما الذيبة الغارية والوجبة بالشعار الأدعم شعار هجن الشحانية. هناك أيضا وجود الكورة ومخيفة بالشعار الأحمر الخطر شعار هجن الرئاسة. هذه الأسماء التي هنا ستدور بينها كل أمتار هذا الشوط محددة هذه المنافسة وهذه التحديات وهذه الانطلاقات التي بدأت مبكرا عابرة هنا لحلم الوصول إلى الكأس، كأس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم طيب الله ثراه 8 كيلومترات من الصراع والمنافسة المتميزة من عمق هذه الرياضة العربية الأصيلة. يا سلام، نذهب إلى المقدمة بعد أن تابعنا هذه البداية القوية وهي الذيبة لهجن الشحانية وسلطان بن محمد الوهيبي متقدما هذه الصفوف باديا بالبداية الأولى عملاق المضمرين، بينما المركز الثاني غب على المركز الثاني لهجن العاصفة
مع حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، وتابع فوايد أيضا بشعار هجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الخامس تظهر هنا الكورة في المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الخامس وجود الوجبة على المركز الخامس الهجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذي يتابع هذه الإثارة. هنا الأسماء المتميزة، هنا المستحيل، هنا الذهبي، هنا الواثق، وكذلك العملاق، كلها أسماء تعرفها أيضا هذه الهجن ويتعرف عليها هذا العالم الساحر، عالم الأصايل. منافسة في هذه الكأس، كأس الكؤوس، بين الهجن المتميزة، بين المضمرين العمالقة في هذه الانطلاقات، بين الشعارات العملاقة، بين هذه الإمبراطوريات. الله 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 الله، بدأنا وبدأت مرحلة المنافسة، مرحلة البداية الأولى، مرحلة الفوائد التي تقود المركز الأول. هنا تنال فوائدي هذه البداية الأولى، تنطلق إلى المقدمة فوائد لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير في هذا الانطلاق القوي والمثير. الله الله الله، بينما المركز الثاني الذيبة على المركز الثاني لهجن الشحانية ووجود العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. الله الله الله، أقوى المنافسين، غبة السبق موجودة، غبة الأصالة متواجدة في المركز الثالث بشعار العاصفة وهجنها والقيادة للواثق من هجنه ومن أداء هذه الهجن حمد والراشد بأمة الاندفاع الأول، بينما المركز الرابع نعود مع الكورة. هنا في المركز الرابع تنتظر لحظة التهديف الكورة لهجن الرياسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. يا سلام، والوجبة قادمة من منطقة مميزة هناك في دولة قطر، قادمة الوجبة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذي يعشق دائما التعامل مع هذه الأسماء المميزة كالوجبة وغيرها. الذهبي بالفعل طموح الانتصار، طموح الفوز، طموح النيل اللقب الغالي كأس الكؤوس. الله 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 الله، لحظات هنا نتابعها نراقبها، الكل يراقب هذه البداية. وصلنا إلى 4 كيلومترات منتصف المسافة، انتصف الكأس، وهنا نقف على هذه القمة من قمم هذه اللحظات، قمم هذه الكؤوس، كأس الكؤوس الذي ينطلق بالفعل مدشنا بداية أولى لهذه المنافسة. أول أعمار الكبار، هيا الثنايا، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، كل الأسماء التي نتابعها هنا بدأت تقرأ، بدأت تطالع بين هذه اللحظات، بين هذه الحبات، حبات رمال هذا الميدان التي تنتظر هذه الانطلاقة المتميزة. لا زالت فوائد على المركز الأول متصدرة هنا، تجني الفوائد الأولى من هذه اللحظة ومن هذا الاندفاع، تقود هذا المركز الأول فائدة عالية في الوجود على المركز الأول. والمركز الثاني متواصلة غبة هناك ترافقها، تدافع عن هذه المقدمة، غبة لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، يطالع يطالع يطالع، هنا تحركت الوجبة، تحركت الوجبة، تحرك الذهبي، تحرك الذهبي، الوجبة إلى المركز الثالث من خلال هذه اللحظة لهجن الشحانية وأيضا سالم بن فاران المري. والكورة، الكورة شعارنا الأحمر، شعارنا الخطر، شعار التنافس، كبرياء هذا الشعار يتجول هنا. بدأ الآن الهجوم، بدأت خطة الهجوم، 4-2-4، يا سلام على المقدمة والصدارة. الله 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 الله، من خلال هذه البداية الله، الكورة لهجن الرئاسة والمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري هنا على المركز الخامس، وتابع خامسا وجود هذه اللحظات التي تبدأ بها الغارية لهجن الشحانية وسلطان بن محمد أو سالم بن فاران المري. الله الله،
بدينا الآن توجهنا الآن، وصلنا إلى مرحلة المنعطف الأخير القادم والمؤدي إلى خط النهاية، إلى الخط المستقيم، إلى منصة هذا الميدان حيث الكؤوس تنتظر الفائزين، تنتظر المتابعين. الله الله الله، تابع هذا المنظر، شوف هذه الشعارات، تابع المنافسة بين أقوى الشعارات وأعتاها في هذه الرياضة. فوائد والوجبة، فوائد العاصفة ووجبة الشحانية وكورة الرئاسة. الله 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 الله، ثلاثية، أسماء خطرة لا تزال تنتظر أيضا لحظات الاندفاع، لحظات دورها لتبدأ أيضا بالدخول في معترك المنافسة على القمة وعلى هذه البداية الأولى. الله، الكأس هو بالفعل كأس الكؤوس، يصفق له الجميع، تصفق له الكفوف هنا في هذه اللحظة، تنتظر لحظة البداية والانطلاق والنهاية السعيدة. إذا فوائد على المقدمة لهجن العاصفة، وهناك الوجبة على المركز الثاني لهجن الشحانية، والكورة مع مثلث الرعب الأول، مثلث الرعب هنا المقدمة، رعب الناموس الذي ينتصر مع هذه الانطلاقة. ننتظر هذه البداية، بدأ التحرك، بدأت المنافسة، بدأ الكل هنا يتابع، بدأ الزحف نحو القمة، نحو القمة والصدارة، نحو البداية. الكأس هنا، الكأس، انتظري يا فوائد، وهنا تحركي يا وجبة، والكورة سجلي أهدافي هذا الانطلاق وهذه البداية القوية. الله 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 الله، بدينا الآن، تحرك الكل، جاءت الأسماء قادمة من خلال هذه اللحظة، من خلال هذه البداية. فوائد على مقدمة هذا الشوط، هناك تبدأ في هذه الانطلاقة، بدأت الفوائد، انطلقت الفوائد، صارت الفوائد تنطلق في هذا الاندفاع، تحمل هذه البداية. الله، شوف اللي جاي، بدأ الهجوم، بدأت الأسيل، انطلقت أسيل، هذه الملساء الناعمة تنطلق إلى المقدمة، ولكن أتابع أيضا تواجد هناك على مقدمة هذا الشوط من خلال هذه البداية. يا سلام، هي غبة هناك على القمة والبداية، قبة هذا الشوط، قبة البداية الأولى، قبة الانطلاق الأول. الله 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 الله، قبة الشحانية على المركز الأول والصدارة مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي وأسيل، تخترق حاجز الصوت. أسيل هنا تحاول في هذه اللحظة تتغلغل إلى المقدمة والصدارة. الله الله الله، الكأس هنا، الكأس، كل من رشح، كل من أعلن هذا الانطلاق تتواجد غبة على المقدمة، غبة لا تزال متصدرة، اللون عنابي حتى هذه اللحظة، اللون عنابي، غبة على مقدمة هذا الشوط مع العملاق، عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. الله 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 الله، العملاق انفرد، العملاق انطلق، العملاق، الله، الكأس المفتوح عناب اللون يغادر إلى الشحانية. تهانينا إلى المقام السامي لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر على هذا الإنجاز، إنجاز هذا الشعار، الشعار الأدعم، ثمرة جهود السنين، هنا تجود، هنا تحصل على هذه الانطلاقة وتحصد هذه الكأس، كأس الكؤوس عنابي. سلام عنابي، سلام العنابي، سلام، ولحظة النهاية هنا مع وجود غبة والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني الغارية على المركز الثاني لجن الشحانية، والمركز الثالث أسيل تصل في المركز الثالث، في المركز، بينما المركز الرابع وجود مخيف لهجن راسه، والمركز الخامس دوما لهجن الشحانية. ما شاء الله تبارك الله، قدمت إذن هذه اللحظات المتميزة. إذن هنا لحظات هذه البداية، لحظات هذا الانطلاق، لحظات الوصول، هنا تكرار الإنجاز، 12 دقيقة 6 ثواني
أربعة من الأجزاء من الثانية. كأس الكؤوس عنابي اللون، كأس الكؤوس تهانينا، والناموس لهجن شحانية تهانينا أيضا من خلال هذه الانطلاقة إلى العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. الله 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 الله، لحظة المنافسة الشريفة، لحظة التنافس الرياضي مع هذا الرياضي الشامل الذي تابع هذه الانطلاقة وهن أيضا من فاز. هنا التنافس الشريف في هذا الميدان، الروح الرياضية العالية التي يتميز بها تتميز بهذه الشخصية من خلال هذه الانطلاقة وهذا التواصل. ما شاء الله، بدأنا وهنا تحقيق الإنجاز للعام الثاني على التوالي لهذا الشعار كأس الإبكار المفتوح. 12 دقيقة 6 ثواني 4 من الأجزاء من الثاني، بينما المركز الثاني كانت الغارية على المركز الثاني أيضا لهجن الشحانية في هذا الاندفاع القوي والمثير أيضا هناك مع سالم بن فاران المري. وينطلق شوط جديد وكأس جديدة في هذا التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، أسعد الله مساكم بالناموس والفرح والسرور. خطفت هجن الشحانية أغلى الكؤوس وأقواها في هذا السن، سن الثنايا في مهرجان سباقات الهجن العربية الأصيلة على أرض ميدان المرموم وميدان تحفة ميادين.